معكم الكاتب الجهوي للفيدرالية. اليوم كنحيوا هذا العرس النضالي في إطار تنسيق النقابي الوطني الفيدرالي الديمقراطي للشغل والكونفدرالي الديمقراطي للشغل والاتحاد المغربي للشغل. هذه الوقفة هذه جات جوابا على الثلاثاء الأسود. سمينا اليوم هذه الوقفة هذه بوقفة الغضب. درنا وقفة احتجاجية ردا على التصرف المباغت ديال الإدارة اللي كان جا في حق المنحة ديال البريديين والبريديات. والملف المطلبي ديالنا هذه المسألة ديال الاقتطاع من المنحة كانت النقطة التي أفاضت الكأس واللي دخلتنا في واحد الإضراب مفتوح وطنيا. حاليا دابا هذه الوقفة هذه كاين وقفات في 10 ديال الجهات في المغرب في نفس التوقيت على 11 تعبيرا على الغضب ديالنا على الاقتطاع اللي اقتطعوه، زيادة بأن هذا الاقتطاع هذا ماشي هو الفيصل، بل الملف المطلبي ديالنا اللي فيه الزيادة في الأجرة اللي مازال الإدارة كتمط فيها ما بغاش تزيدنا على غرار القطاعات الأخرى، وما كانت حتى زيادة من 2011 إلى حد الساعة. زيادة على هذه المسألة هذه كاين النقص المهول في العنصر البشري. أنتم كتشوفوا الوكالة دائما كتكون يعني الناس كيكونوا برا كيبقاو يتسناو جوج ثلاثة السوايع. هذا النقص اللي في المهول في العنصر البشري سلاح ذو حدين، عنده تأثير على البريديات والبريديين اللي كيرهقهم، وتأثير حتى على الجودة ديال الخدمة بالنسبة للمواطنين. المسألة الثالثة واللي ما غنتنازلوش عليها هي القانون الأساسي اللي بدات المفاوضة حوله منذ 10 سنوات، لحد الآن مازال ما خرجش للوجود بطريقة نهائية ومازال ما خرجش في الجريدة الرسمية. نطالب باش هذا القانون الأساسي خرج الحيز الوجود باش نعرفوا تحت أي قانون حنا خدامين، لحد الآن ما عارفينش. زيادة على هذه المسألة ندين تضييقات ديال الإدارة على الحرية النقابية، لأن الاقتطاع من المنحة جاء جراء الإضراب اللي دخلنا فيه 29 30 31 ديسمبر. كان الرد ديال الإدارة عليه بالاقتطاع من المنحة معناه بأن هذا تضييق على الحرية النقابية اللي كتكفل المواطن المغربي حرية التعبير بالإضراب والاحتجاجيات باحتجاجات أخرى.